الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف وتسويتها والتراصي فيها، قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. وهذه الحديث تكلمنا عنها في الدرس السابق. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا وتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. في هذا الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، وقيل أنه رأى تأخرا في الصف فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوما يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وهذا الحديث عظيم، فيه أولا الحث على التقدم إلى الصلاة، والتقدم إلى الصفوف الأول، والتقدم إلى الدنو من الإمام. فإن من تعود التأخر عن الصف الأول والدنو من الإمام والتقدم إلى الصلاة فإنه متوعد بأن يؤخره الله عز وجل. وهذا التأخير التأخير عن كل خير، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون، يعني يتعودون التأخر. أما الذي يأتيه شيء عارض ويتأخر فهذا معذور، ولكن الذي يداوم على التأخر ويكون ديدنه التأخر، سواء على التقدم إلى الصلاة أو إلى الصف الأول أو إلى الدنو من الإمام، فإن هذا علامة شر فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يؤخرهم الله. فقال بعض العلم: يؤخرهم عن رحمته، يؤخرهم عن جنته، إلى غير ذلك من كلام أهل العلم. لكن العموم أن الله يؤخرهم عن الخير أيا كان هذا الخير. وهذا وعيد لمن تعود التأخر وعدم التقدم. ولذلك على المسلم أن يحرص على التقدم إلى الصلاة، وأن يحرص على التقدم إلى الصف الأول، وأن يحرص إلى الدنو على الإمام، لأن هذه فضائل، وهذه الفضائل على المسلم أن يحرص عليها. فإذا اعتادت نفسه على التأخر عنها تأخر عن بقية الأعمال الصالحة. فهذا حديث عظيم، ليكن المسلم عليه حريص بأن يحرص على التقدم على أعمال الخير، فإن هذا دليل خير في هذا المرء إذا تقدم إلى الخيرات. والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم قال رحمه الله في حديث مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا لا تختلفوا تختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم. وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يباشر تسوية الصفوف بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم، حتى يتأكد من أن الصفوف قد استوت وأنها متساوية في قيامها وفي مناكبها وفي اتساقها. وهذا كله من حرص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما ينبغي على الأئمة أن يعتنوا به. فليس قول: استووا واعتدلوا وأقيموا صفوفكم، هو قول يقال ثم يكبر الإمام،
بل على الإمام أن ينظر في الصفوف وينظر في استوائها وينظر في تراصها، فإن هذه من الواجبات التي على الإمام، واجب عليه، وواجب على المأمومين أن يسمعوا كلام الإمام. ما جعل الإمام إلا ليؤتم به، فالإمام في مسجده سلطان ويجب أن يطاع، خاصة فيما يتعلق في الصلاة واستوائها وقيامها، لأن بعض الناس قد تأتي أنفة إذا قالها الإمام: تقدم، تأخر، اقرب قليلا، انتقل إلى جهة ثانية. قد يكون عنده أنفة ويرى أن هذا نوع من الغضاضة عليه، وهذا كله من الشيطان. فإنه مأمور أن يسمع للإمام، والإمام مأمور أن يعتني بتسوية الصفوف، سواء في تسويتها في تقاربها واستوائها، أو أيضا حتى موازنة الصف، لأن الإمام مأمورا بأن يكون وسط الصف كما جاء في حديث عليه السلام: مسط الإمام، سيمر علينا الحديث. فالإمام إذا رأى مثلا في الجهة الشمال أكثر من اليمين بشكل ظاهر، فهنا ينبه المأمومين بأن ينتقلوا إلى اليمين حتى يتساوى الصف ويكون في أول الصلاة في وسط الصلاة، في وسط المأمومين. أما إذا كان يعني الطول يسيرا سواء كان في الشمال أو في اليمين فإن هذا لا يضر، لكن إذا كان ظاهرا بينا فإن على الإمام أن يحرص على أن يساوي بين الصف، وعلى المأمومين أن يسمعوا للإمام. وهنا في قول السو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، هذا لا شك أنه حديث عظيم، وهذا يدل على وجوب تسوية الصفوف على الصحيح من قول أهل العلم. فتسوية الصف والتراص فيه من الواجبات للصلاة، لا بد من التراص والاستواء في الصلاة. ويدل على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: أولا استو، هذا أمر، والأمر للوجوب. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تسوية الصف حتى أنه يتكلف بأن يأتي بيده الكريمة ويسوي بين مناكبه. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، هذا وعيد فدل على الوجوب، لأن الاختلاف في التسوية يصل إلى الاختلاف في القلوب، وإذا اختلفت القلوب تنافرت الأمة وتفرقت وتشتتت. ولذلك ذكر بعض العلم أن الشتات الذي في الأمة والتفرق الذي في الأمة والتناحر الذي في الأمة قد يكون سببه عدم تسوية الصفوف في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون خلف الإمام أولو الأحلام والنهى، أهل العقل والحلم، وأهل الحفظ، وأهل العلم، وأهل الفقه، بأن يتقدموا إلى الصف، يكونون خلف الإمام. وليس معنى هذا الحديث كما فهمه بعض الناس أنه يبعد الصغار السابقين إلى الدنو، فإن هذا اعتداء، فالمميز لا يبعد، لكن هذا الحديث حث لك أنك تأتي مبكرا، ولا يكون هذا الصغير أحرص منك على الدنو من الإمام، مع أنك أنت مطالب بأن تكون في خلف الإمام. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى؟ لأن أصحاب الأحلام والنهى يستطيعون التصرف لو حصل شيء للإمام، فلو حصل شيء للإمام في الصلاة يعرفون ماذا يفعلون. فلو كان الذي خلف الإمام صغار لا يعرفون التصرف، حدثت الفوضى في الصلاة. لكن لو وجد خلف الإمام من عنده عقل وحكمة وعلم وفقه عرف كيف يتصرف. فلذلك لا يليق بأهل العلم والفقه والعقل أن يتأخروا عن الصف المقدم، وأن يتأخروا عن الدنو من الإمام. ثم قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وعنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. وهذه كلها ألفاظ تدل على أهمية تسوية الصف في الصلاة، وتنوعت الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وهذه الألفاظ هل هي تعبدية بحيث أن الإمام لا يقول إلا هذه الألفاظ لا يخرج منها، أم أنه يجوز أن يقول كلمات بمعنى هذه الكلمات لكنها تدل على التسوية وإقامة الصف؟
على قولين عند أهل العلم، الأظهر القول الثاني أن هذه الألفاظ ليست تعبدية بذاتها، ولكن لا شك أن الأفضل أن المسلم يعتني بها لقول الرسول لها، لكن لو جاء بكلمات أخرى تدل على المعنى فإنه لا بأس، لأن المراد، لأن هذه كلمات مرادة لغيرها، مرادة لتسوية الصف وإقامة الصف، وليس هي مرادة بذاتها وبلفظها، وإنما المراد منها المعنى. ولكن لو التزم الإمام الألفاظ التي جاءت في السنة فلا شك أن هذا أفضل وأحسن. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، هذا أمر، قال فإن تسوية الصفوف من تمام، تسوية الصف من تمام الصلاة. هنا بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن التسوية من السنن وليست من الواجبات، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمام الصلاة. فيقال لهم أولا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا، هذا أولا، والأمر الوجوب. ثانيا ما مر علينا في الحديث لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وأيضا في الحديث الذي سيمر علينا لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وهذا الحديث متفق عليه، فهذا كله يدل على وجوب التسوية. وأيضا نقول جاء في حديث آخر وهو الرواية التي عند البخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، ليس من تمامها فقط بل من إقامتها، فهذا كله يدل على الوجوب. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم عند قال أنس رضي الله عنه أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، وهذه سنة أن يقبل الإمام على المأمومين بوجهه، وليس كما يفعل اليوم كثير من الأئمة استووا اعتدلوا تراصوا ووجهه إلى القبلة الله أكبر، ما الفائدة من هذا؟ ليس هناك فائدة. فلذلك السنة أن تقبل على المؤمن بوجهك، أولا ليروا حرصك، وأيضا لترى الخلل الذي في الصف لو كان هناك خلل، ثم تأمرهم بالتسوية والإقامة. فالنبي أقبل عليهم بوجهه وقال لهم أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة المعينة، فإني أراكم من وراء ظهري، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى المأمومين وهو في صلاته من وراء ظهره، وهذا خاص به في هذه الحالة المعينة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى الناس من وراء ظهره في كل أموره، كما دلت على ذلك أحاديث أخر كالذي جاء ومن خلفه وشده إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على النبي لم يكن يرى الناس من وراء ظهره إلا في هذه الحالة المعينة. وذلك من جهل بعض الأئمة، وقد وقع عند بعضهم أنه قال مثل هذه المقولة، قال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، فكان يظن أن هذه من السنة، لا، هذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فائدة أن الإنسان يعني لا يقرأ الكتب ولا يسأل أهل العلم، لأنه قد يقرأ ويفهم خلاف الفقه الصحيح إلى حديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.